السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم خاص بلوبينج ديسبليسمنت، يعتبر قسم من أقسام الموشن جرافيك وهو اللوبينج. ببساطة الموضوع أبسط ما يمكن، هنبدأ نيو كوليكشن، هننشئ كيوب، هنضيف الكيوب سب ديفيجن سيرفيس موديفاير وليكن 4. بعد كده هنضيف، طبعا ده يكون شيد سموس. بعد كده هنضيف displacement او displace modifier، هنذهب الى الكلاود، نرجع مرة اخرى للdisplacement. لو حابين نضيف بقى كسب ديفين سيرفيس مفيش ادنى مشكلة، ممكن نقلل شوية الاسترينس وليكن 0.8 او 0.7. طيب دلوقتي ده كده في displace، هننشئ MPT، اي MPT سواء كان axis او اي MPT مش هتفرق. خلينا نقول ان في اكسس، هنغير بقى الكوردينات الى اوبجكت للامبتي اللي احنا لسه ضايفينه. هذا الامبتي هنسميه وليكن اي ام. طيب لو مسكنا كده الامبتي وحركناه نجد انه الديسبيسمنت بيتحرك. الهدف ان عايزين الامبتي يتحرك دورة كاملة بحيث يبقى فيه لوب 360 درجة دورة كاملة، بحيث يكون اللوبينج انيميشن تكون متفعلة عندنا. هنضيف هنا كونسترين نسميه فولو باس، ولكن عشان نضيف فولو باس لازم يكون في عندنا سيركل، فهنضيف السيركل اللي هي بزي. بعد كده نرجع مرة أخرى للإمبتي، هنستخدم السيركل السيركل ونضغط أنيميت باس. مبدئيا ده كده اتحرك زي ما احنا شايفين. نأتي إلى الفريمز، الكي فريمز، هنقول إن الإند عندنا 100. طبعا احنا ممكن نزود الفريم رينج يكون 160، ولكن ليه بنستخدم 100؟ لان باي ديفولت الانيميشن عندنا بيكون 100، فاحنا هنستخدم 100. طيب لو هنغيرها بنخلي الانيميشن اطول، بنخلي ديت 200، وعندنا الكي فريم هنا ديت الباص انيميشن تبقى 200 او ايا كان. هنستخدم 100 ونيجي للكونسترين، هنقول ان في الاول عندنا ده كده هيكون صفر، وفي 101 ده كده 100. وطه بن زهير، عندنا ده كده 100، في عند 1. طيب في اكتر من طريقة عشان نعمل انيميشن. لو استخدمنا الاي ام، في عندنا ان نستخدم فيكسد بوزيشن وفولو كيرف. انا استخدم الطريقه العاديه اللي هي انيميت باس. انيميت باس اوتوماتيك بيكون في عندنا اوتوماتيك بيكون في عندنا الحركه للانيميشن. طيب الحركه دي بتكون مدتها قد ايه؟ على حسب الباس اللي انا حددته. لو انا حددت هنا الفريمز هتكون وليكن 120، هرجع هنا هقول ان ده كده الاند 120، فكده مدة الفيديو هي نفس مدة الباص 120. امتى بعمل انيميشن؟ لو استخدم الفيكسد بوزيشن. طيب الدرس القادم لو عايزين حركة طبعا ابطأ قبل ما نقفل هذا الدرس، فخلينا نقول هنا ان الباص وليكن حركة 210، يعني تقريبا 7 ثواني، ده كده هتبقى الحركة ابطأ. ممكن طبعا نزود هنا السب ديفيجن او نخلي هنا السب ديفيجن 4 بدل من 4 5. ده كده لو عايزين مفيش تفاصيل اقل نخليها زي كده، تفاصيل اكتر هكذا. الدرس كده برضو هيكون فيه عن الموشن جرافيك، ولكن نوع اخر من الموشن جرافيكس.